ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة. وزي ما قلت في بداية الحلقة، هنتكلم النهاردة عن مشكلة هي مشكلة واقعة ل 200 عامل من عمال شركة إبسكو للبترول، وهي طبعا تابعة لوزارة البترول. الإخوة العمال بقى لهم أكتر من 15 سنة لم يتم تثبيتهم، يعني بيشتغلوا في المكان وما تثبتوش لحد دلوقتي، بقى لهم 15 سنة. تخيلوا الواقع والضرر اللي ممكن يقع على العمال، وما يحسوا بعدم الأمان في وجود شركة هم بيشتغلوا فيها. فانتم متخيلين الاضرار اللي ممكن تقع عليهم هتكون عامله ازاي. غير كده كمان عايزين نعرف منهم مشكلتهم الاساسيه. فخلينا نتعرف على السيد وليد عبد الفتاح وهشام عبد العال، هم عمال بشركه ابسكو للبترول. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ. خلينا نتعرف على حضراتكم وعلى طبيعه عملكم في البدايه، ونشرح للساده المشاهدين طبيعه عملنا. شركه تغذيه معانا قرار تثبيت من السيد المهندس عبد الله غراب، معانا قرار تثبيت في شركة أبسكو لخدمات المغرب بتاريخ 10/2/2011، ولا الآن لم يتم تثبيتنا. هي دي المشكلة الأساسية. بس أنا عايزة دي المشكلة الأساسية. بالظبط، إن بقالكم 15 سنة لم يتم تثبيتكم حتى الآن في هذه الشركة. 15 سنة توريد عمالة، جت شركة أبسكو في 1/10/2011، وبعد كده نزلوا فاكس لنا بالتثبيت اللي قضى سنتين في شركة أبسكو. فإحنا قضينا السنتين في شركة أبسكو، ومعانا القرار التثبيت يثبت، ومعانا البرنت التامينات زي الكشف، ومعانا الكشف الطبي زي البرنت التامينات، ان احنا عدينا علينا سنتين في شركه ابيسكو. يعني انا اللي انا فاهمه من حضراتكم ان كل الشروط مستوفيه وكل ورق معاكم. طب ايه المشكله؟ وفي 18 رئيس مجلس اداره ماضي على القرار ان احنا نتثبت في شركه ابيسكو. طب المشكله منهم المهندس شريف اسماعيل الوزير البترول الحالي. وانا كنت عارفه قبل ما نبتدي على طول ان في مهندسين كانوا موجودين في شركه ابسكو تم تثبيتهم، كان عندهم نفس المشكله وتم تثبيتهم. فعلا تثبت. طب ايه المشكله ان يتم تثبيت مش حضرتك؟ عارفين. وفي زمايل لنا في الشركه في الاداره في القاهره، زمايلنا احنا متعينين زي طبعا مواقع يعني جابكو، مواقع جابكو وطلخه والوسطاني والكلام ده، زمايلنا في شركه ابسكو متعينه اللي هي عماله الخدمات والتغذيه، متعينه فعلا، واحنا مش عارفين احنا ليه. هي يعني برضه احنا تركنا جميع الابواب، يعني رحنا الوزاره، رحنا الهيئه العامه للبترول، رحنا جميع للقوى العامله، رحنا للنائب رئيس النقابه، رحنا له لا جدوى ولا حل. طب لما كنتوا فعلا بتروحوا تتكلموا مع حاضر حاضر طيب نعم، وما فيش اي حاجه، وما فيش اي حاجه من اللي يعني. طب من وجهه نظر حضراتكم شايفين ايه السبب الرئيسي في عدم الموافقه على تثبيتكم؟ ما نعرفش احنا مش عارفين. يعني عايزين نقابل مسؤول كبير زي وزير البترول ويشرح لنا ازاي ان احنا مش يعني اللغز دي. وهو من ضمن 18 رئيس مجلس اداره، 18 رئيس مجلس اداره ماضي على القرار، من ضمنهم الاستاذ محمد سعفان اللي هو رئيس النقابه الحالي، النقابه العامه للبترول، ماضي على القرار. طيب هو دلوقتي فاضل الامضاء بتاعه سياده وزير البترول. ماضي برضه، ماضي عليه. طب المشكله دلوقتي، ما انا عايزه افهم دلوقتي المشكله فين. احنا معانا كل الامضاءات، هو تنفيذ القرار ولا ايه المشكله؟ انا هقول لحضرتك، هي كان نظام شركات بتيجي النظام سنتين وتمشي، شركات تيجي سنتين وتمشي، لحد ما جت شركه ابيسكو. ابيسكو دي احدى شركات قطاع البترول، فجي في شركه ابيسكو حصل الثورات ومش عارف، فنزل القرار اللي هو بتاع التثبيت ده، سيتم تثبيت اللي امضى سنتين في شركه ابيسكو، وللاسف ما فيش حاجه، ما تثبتناش برضه. قضينا سنتين واربع شهور كمان ساعه ما عرفوا ان احنا بنجري فصلونا من التامينات. دي نقطه. النقطه الثانيه، كل حاجه تخص لينا اللهم صل على النبي، كل حاجه تثبت لينا في شركه ابيسكو. يعني اللهم صل على النبي، كل حاجه بتثبت ان احنا حقنا في شركه ابيسكو. انا ساعتها بناشد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والسيد المهندس وزير البترول المهندس شريف، تدخل في حل المشكله دي. هو كام عامل عندهم المشكله؟ 234 عامل في الموقع. 234. طيب خلينا ناخد مداخله تليفونيه من السيد محمد سعفان رئيس النقابه وزاره البترول. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. انا معايا دلوقتي يا فندم السيد وليد عبد الفتاح وهشام عبد العال، هم عمال بشركه ابسكو. وزي ما قلنا في بداية الحلقة ان احنا بنتكلم على مشكلة واقعة ل 234 عامل شغالين في شركة ابسكو بقالهم اكتر من 15 سنة لم يتم تثبيتهم. ومعايا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك السيد وليد والسيد هشام، ومعاهم كل الاوراق اللي بتثبت حقهم في التثبيت، وقرار كمان يمكن، ومنهم كمان امضاء لحضرتك. فعايزين نعرف لحد دلوقتي ليه لم يتم تثبيتهم حتى الان.
بصي حضرتك، العمالة الموجودة هي عمالة مقاول تغذية. مقاول التغذية بيخش الشركات عن طريق المناقصة، وشركة إيبسكو تمام دخلت مرة في الشركة ديت وخدت المناقصة ديت. العمالة دي بتنتقل من مقاول تغذية إلى آخر دون تغيير. ليه؟ لأن دول مقيمين في أبو ماضي، يعني أغلبهم من أبو ماضي نفسها، فطبعا المقاول اللي هيجيبهم هيبقى عنده تكلفة أقل، لأنه مش هينقل عامل من القاهرة بأتوبيس ويروحوا بأتوبيس والكلام ده كله. فطبعا إيبسكو كانت دخلت فترة وخدت عقد التغذية وبعد كده خرجت منه. التثبيت اللي كان مطلوب كان مطلوب للعمالة الفنية لإيبسكو وليست عمالة التغذية، ولم يتم تثبيت أي عمالة تغذية في إيبسكو في أي شركة من الشركات. يا أستاذ محمد بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك في جاكو يا أستاذ محمد، القرار أهو يا أستاذ محمد حضرتك، أهو القرار أهو حضرتك ماضي عليه 18 رئيس مجلس إدارة أهو بند 4، يتم نقل وتثبيت العمالة الفنية والإدارية التي أمضت عامين بشركة إيبسكو والموجودة بشركتكم دي اللي هي بتروبيل. وقف انت قريت أهو، ماشي العمالة الفنية والإدارية. الله ينور على حضرتك، ماشي ما أنا كمل أنا مع حضرتك. الوظائف التي يعملوا بها وفقا لما هو متبع بلوائح شركتكم، علما بأن عمالة الخدمات سيتم تثبيتها بعقود دائمة بشركة إيبسكو، وذلك للذين امضى سنتين للعمل بها. انا امضى سنتين واربع شهور. هم يا فندم بيقولوا ان هم قضوا سنتين واربع شهور، وده ورقه الكشف يا استاذ، ودي ورقه الكشف. سيبك من سنتين واربع شهور، احنا بنتكلم على عماله نوعيه من العماله في إيبسكو. أيوة تختلف عن عمالتهم. الولاد كلموني وانا قلت لهم هنحاول نشوف الموضوع بتاعكم، بس مش بالطريقه اللي انتم متخيلينها، لان هم متخيلين ان هم هيتثبتوا زيهم زي العماله الفنيه والاداريه اللي تمت. العمالة الفنية والإدارية والخدمات اللي بتخدم الشركة غير عمالة التغذية اللي بتيجي مع مقاول بمناقصة. يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك، يا استاذ محمد زمايلنا في الشركه في القاهره متعينين حضرتك، بناء على كده مضاد على وفي جابكو زمايلنا متعينين. في جابكو هو في مقاول تغذية في القاهرة؟ لا، في شركة إيبسكو خدمات حبيبي، وظائف فنية وإدارية. يعني إيه برضه هعرفها لك؟ الوظائف الفنية هي الكهربائي، الميكانيكي، الوظائف الإدارية لو هو كاتب، لو هو محاسب، ماشي. لو هو أستاذ محمد، ما القرار هو أستاذ محمد يتم تثبيت القرار واضح قدامك يا راجل كويس، ما قالش عمالة التغذية خالص. وبعدين مفيش على مستوى شركات البترول. امال عماله الخدمات ايه يا استاذ محمد؟ ايه واحده بقى اكمل كلامي. اتفضل. مفيش ولا شركه من الشركات اللي كانت إيبسكو واخده عقد التغذيه بتاعها تم تثبيت الناس اللي مين؟ جابكو والمنصوره. لا 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 لا. انا بقول لحضرتك ورا اهو، انا بقول لحضرتك ورا يا استاذ محمد. واحد يا استاذ محمد معانا عقد التغذيه، ادي زميل لينا في جابكو. ايوه يا فندم، احنا مع حضرتك، احنا مع حضرتك. انا واحد متثبت يا استاذ محمد، موقع جابكو ثبت. هتقولي بقى وليد قال لي انا هاجي لك بالاوراق كلها، ما جاليش. موقع جابكو ثبت يا استاذ محمد، هات لي الاوراق بتاعت جابكو دي وتعالى لي. طب يا فندم خلينا الاوراق وانا هعرضها على رئيس شركه إيبسكو ونشوف الدنيا فيها ايه. هو السبب الرئيسي في عدم الموافقه على التثبيت من وجهه نظر حضرتك ايه يا فندم، غير ان في قرار فعلا ممضي من حضرتك على مساعده العمال الخدميه للحصول على التثبيت؟ اسالي دلوقتي، هو تابع لشركه ايه؟ هو دلوقتي بيشتغل في شركه ايه؟ انا ما بشتغلش في شركه، انا ما مش ماضي على العقد يا استاذ محمد، ولا معايا بريد تمريض في شركه معينه. انا شركه إيبسكو اخر شركه عندي شركه إيبسكو. شركه ايه دلوقتي؟ شركه إيبسكو. انا ما مضيتش على عقود ولا مضيت على عليها بريدات تامينات. لا ما عشان احنا يا استاذ محمد، ما هو قرارها يا استاذ محمد وحضرتك مضى عليه وزير البترول. اسمعني بس، اتفضل اتفضل الامور بشكل اتفضل. في عدم صدق يبقى مش هنحل. ماشي اتفضل اتفضل. هيبقى في صدق هنحل. اتفضل يا محمد، وهنقرب المسافات. انت النهارده شغال في شركه تغذيه ليها اسم ملهاش دعوه بإيبسكو تماما، خلاص. وحضرتك دلوقتي بسالك السؤال، بتقول لي انا شغال في إيبسكو. لا، انت مش شغال في إيبسكو. وحضرتك يا استاذه ساليه، قولي اسم الشركه اللي انت شغال فيها بتاعت التغذيه في ابو ماضي اسمها ايه؟ طب هات العقد يا استاذ محمد. مش عارف ايه. بعد اذن حضرتك هات العقد يا استاذ محمد، بيثبت ان احنا شغالين في شركه اللي انت بتقول حضرتك اسمها ايه. لا بص حبيبي، الشركه دي برضه بعد اذن حضرتك يا استاذ محمد، انت بتحاول تقول كانت موجوده، كانت موجوده مع محمد. من فضلكم بس ايه، بعد اذن حضرتك يا استاذ محمد، الشركه الموجوده حاليا دي مقاول وكان واخد من إيبسكو من الباطن. لا انا بقول لحضرتك مع بعض، كان واخدها من الباطن. اسمه مناقصه الشركه اسمها جولف بروسبر اللي واخدها. طيب سيد محمد، هرجع مره تانية لسؤالي يا فندم.
خلينا بس نكون صراحة واضحين مع بعض. السبب الرئيسي في عدم الموافقة على التثبيت من وجهة نظر حضرتك 1 2 3 وازاي نقدر نحل المشكلة دي؟ انا بقول لحضرتك مفيش حاجة اسمها انا النهاردة لما باجي اعمل عقد تغذية في اي شركة بترول بعمل مناقصة. المناقصة ديت بيخش بيها المقاول بعملته قاعد عندي سنتين وبعدين عملت مناقصه ثانيه مشي وجي مقاول ثاني، هل انا ملزم بكل عمالة هتجيلي؟ امال القرار بعدين ثانيه واحده يا فندم. ايوه انا عايزاه بس يكمل كلامه وبعد كده ارجع للقرار. اتفضل يا فندم. تمام يعني فضل. انا النهارده ده مناقصه بيجي ياخدها مقاول اكس، اكس ده بيجيب لي العماله بتاعته بيخش ويخرج ماشي. تمام عارف مش عارفه مشكله الولاد دول ايه؟ ان هم من ابو ماضي وكل مقاول بيجيبهم ليه؟ لان ارخص للمقاول. يبسكو جت بسكت سنه او سنتين جابتهم مشيت بعد كده وجه بقى كانها جرين مش عارف لاند ولا جرين ايه جابتهم، فهم النهارده مش شغالين مع يبسكو هم شغالين مع شركه تانية خالص. احنا انا وعدتهم قلت لهم هاتوا الورق اللي عندكم واحنا نشوف نقدر نعمل ايه. طب بقى نقدر نعمل ايه يعني نقدر؟ بص حضرتك برضه مش هعين تغذيه، انا هعين على اساس هشوف التخصصات بتاعتهم اذا كان ممكن ندخل جزء منهم كعماله فنيه داخل الشركات هندخلها من خلال يبسكو. طيب انا دلوقتي طيب يا فندم انا دلوقتي مفروض مع السيد هشام في قرار ممضي من حضرتك. قرار ما يشملهمش، مكتوب فيه عماله فنيه واداريه. يا استاذ محمد يا فندم مكتوب فيه عمال خدمات، في كمان مكتوب فيه اعمال خدمات. ايوه عماله الخدمات زي عمل الامن زي عمل الورش زي الكلام ده كله. خدمات كشفنا يا استاذ محمد. طيب تمام. امال احنا كشفنا ازاي يا استاذ محمد؟ رحنا كشفنا ازاي؟ ده موضوع بتاعك انت، انا ما اعرفوش. ازاي ازاي انا معرفوش يا استاذ محمد؟ تمام بعلم ان اداره الشركه انت قلت لك هات لي الورق، انت بتقول لي في جابكم معينين التغذيه. هات لي الورق اللي في جابكم معينين التغذيه ونشوفه. معينين نعمل ايه؟ وانا على فكره يا استاذه انا قلت الكلام ده، انا قلته لهم وقلت لهم هاتوا لي الورق وتعالوا لي وانا اشوف مشكله ابو ماضي دي شركه تغذيه واخده مناقصه. تمام يبسكم ملهاش دعوه بيهم. تمام يا استاذ محمد الورق بعد اذنك يا استاذ يعني محمد بعد اذنك منهم الورق عشان يجوا يقعدوا معايا ونشوف الدنيا فيها بعد ايه. بعد اذنك يا استاذ محمد، بعد اذن حضرتك يا استاذ محمد، الورق واضح وصريح والقرار واضح وصريح. القرار واضح وصريح، احنا دلوقتي سيتم علما بان عملت الخدمات طيب. سيتم تثبيت العقود دايما بشركه ابيسكو اللي نازل امر سنتين بشركه ابيسكو. هستاذنك يجيبوا لي الورق اللي معاهم ده كله ويجوا لي النقابه تمام بكره تمام وانا هقابلهم ونشوف الدنيا ايه وهننقل الكلام ده حتى للوزير لو اضطرينا نقله للوزير. ما يا فندم ايوه لان في قرار ممضي من حضرتك ومن الوزير ومن الوزير شخصيا. انا بتحفظ على الكلام اللي حضرتك بتقوليه. الامضاءات اللي موجوده قدام حضرتك ديت لا تشمل عماله بعينها، دي تشمل عماله فنيه واداريه وعماله خدمات موجوده جوه الشركات. وادي خدمات يا بيه، وادي خدمات مكتوب فيها عماله خدمات. وادي كشف الطب بيقول خدمات يا استاذ الله. التغذيه لها طبيعه خاصه ماشي، لان هو عقد الخدمات عمال الخدمات اللي بيخدموا عندي في الورش يعني عندي انا في ورشي تمام، لكن مقاوله التغذيه دي مقاوله منفصله. دي مكتوبه اول وظيفه يا استاذ رانيا بعد معلوماتك. هم بس مكتوب عامل خدمات وانا اللي بتعلم دي عامل خدمات. تعالوا امرهم نشوف الموضوع عامل خدمات. طب يا فندم هو موجود عندي في الورق مكتوب عامل خدمات، يجيبوا لي بس الاوراق بتاعه الكشف الطبي. ده الكشف الطبي بتاع المستشفى. طيب يا فندم يعني حضرتك من وجهه نظرك شايف ان دلوقتي هم يجوا لحضرتك بكره بالورق وممكن نحل المشكله؟ يجوا لي بكره بالورق وهشوف انا الكلام ده كله واناقشه في ايبسكو ومن خلال ايبسكو لو لقينا في مشكله هنرجع للوزير. يا استاذ محمد برضو بعد اذن حضرتك ادا برنت تامينات اهو الشركه المصريه للخدمات طيب البتروليه يا ايبسكو. طيب خلاص هاتوا تعالى ماشي حاضر ماشي انا منتظر. يا استاذ محمد انت كنت حضرتك قاعد في الاجتماع 18 وهنشوف الدنيا فيها ايه ونظبط الدنيا. انت كنت حضرتك قاعد في 18 رئيس مجلس اداره بما فيه النقابه النقابه وحضرتك كنت موجود منهم ماضيين على القرار ماضيين على القرار دهوت سيتم تثبيت عمله الخدمات الذين امضوا سنتين بشركه ابيسكو واحنا عملت الخدمات ورحنا كشفنا بناء على كده بعلم من اداره الشركه. لا يا حبيبي بعد اذن السياده هنقصر معاكم في حاجه لو لقينا خرم ابره نقدر نخدمكم منه هنخدمكم منه. بنتمنى طبعا يا سيد محمد بنتمنى طبعا بنتمنى طبعا هم الورق بكره هيكون على مكتب حضرتك ونتمنى طبعا اتخاذ الاجراءات اللازمه وبنناشد طبعا وزير البترول لان ماضي من الضبط بالظبط في امضاء معانا هنا دلوقتي موجود فبنتمنى طبعا اتخاذ اللازم يا فندم. نشكرك. من وجهه نظركم ايه المشاكل الاساسيه اللي بتقابل العمال الايام دي؟ مشاكل العمال يعني عند حضرتك ما فيش مسؤول
مفيش مسؤول بيدي حق حق العامل ومش حاسين بامانه مش حاسين بالعماله يعني الحاسين بالعماله لو اي مسؤول حاس بالعماله انا لي حق وموجود معايا قرار صريح وهو مضى عليه الاستاذ محمد لو كده لو سبتني انا مش هعمل مشاكل هي الاعتصامات والاحتجاج دي يا استاذه رانيا هل بتيجي من فراغ مش لا. من فراغ لا طبعا بتيجي من فراغ من تعنت المسؤوليه ده صحيح هو المسؤول لو سبتني واداني حقي انا هقف اعتصم مش معتصم لا طبعا حقوقكم مشروعه ومطالبكم مشروعه طبعا اكيد هو الاستاذ محمد مضى على الفاكس بيقول لك انا ما مضيتش ما عملت الورق لا بعدين زعل برضه في فاكس ارباحه وبيقول ان احنا لنا 22 شهر ارباح للاسف انا رايي فندم ما انا بقول لحضرتك اهو طيب خلينا نقول دلوقتي ان احنا خدنا وعد من السيد محمد صافي ان يكون الورق كله موجود بكره على مكتبه وهنا نهارك سعيد مفتوح لكم في اي وقت يا ريت ربنا يخليك يا استاذ تكون مره ثانيه ونعمل معاه مداخله ثانيه ولو نقدر كمان احنا بنشر وزير البترول النظر الى عمال شركه ايبسكو ولان معاهم ورق وفي نفس الوقت الورق ده ممضي من رئيس النقابه بوزاره البترول وممضي من سياده الوزير فبتمنى طبعا تنفيذ القرار انا بناشد حضرتك برنامجك المحترم ده بناشد المهندس ابراهيم محلب والمهندس وزير البترول والفريق والمشير السيسي التدخل لحل المشكله دي لان احنا مش هنحلها مع الاستاذ محمد المشكله دي طويله ان شاء الله فحضرتك دلوقتي بناشد الفريق السيسي المشير السيسي ورئيس مجلس الوزاره ووزير البترول بالتدخل لحل المشكله دي شكرا يا فندم سيد وليد عبد الفتاح وهشام عبد العال عمال بشركه ايبسكو البترول ان شاء الله يكون اللقاء تاني وهيكون معانا مداخلات تليفونيه معاكم ونعرف وصلنا لايه ماشي يا استاذ ربنا يخليك طب معاكم الفاصل ونكمل معاكم باقي فقراتنا فخليكم معانا